citizens, all the peace-loving nations embraced by the United Arab Emirates under his astute leadership. With a touch of tender gratitude to our development leader, and in order to nurture the development of human beings and to substantiate the peace culture, this invitation is for all to express feelings towards the United Arab Emirates and to sign this nation. نيابه عن اسره جامعه العلوم الحديثه نتقدم بالشكر للدكتور عبد الله بن الشيباني لمشاركته في وثيقه الولاء لصاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد، وده بيتم في اطار احتفال جامعه العلوم الحديثه باليوم الوطني 43 للجامعه، وبنشكر طلاب الجامعه وبنشكر اعضاء التدريس وكل الاداريين لمساهمتهم الفعاله في هذا الاحتفال، وشكرا جزيلا. وثيقه الولاء لسمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات، أحب أن أقول له في مثل هذا اليوم العيد 43 للاتحاد، متعكم الله بموفور الصحة والعافية أولا، ثانيا شكرا خليفة، تلك الحملة التي أطلقها سمو الشيخ محمد بن راشد، شكرا على الأمن والأمان لدولة الإمارات وعلى العطاء والرخاء لدولة الإمارات، وشكرا على نصرة القضايا الإسلامية والعربية، ونسأل الله عز وجل مرة أخرى أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية. أهني حكامنا وقادتنا بالعيد الوطني 43، والله يعيد عليهم بالصحة دائمة، وربي يسعدهم وكما أسعدونا، ونتمنى التوفيق والسداد، وربي نشكر قائدنا ونتمنى لها الصحة دائمة، والله يسعده إن شاء الله في الدنيا والآخرة، والله يرحم أبونا الشيخ زايد، والله يطول عمر أبونا الشيخ خليفة ويطول عمر حكامنا حكام الإمارات، والله يسعدنا، ومبروك عليكم العيد الوطني 43 ومشكورين. بمشاركتهم وحضورنا في احتفالنا لهذا اليوم، اليوم الوطني. We'll be right back.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أصحاب السمو، ضيوف الحفل، السادة الحضور. يتجدد في كل عام احتفالنا باليوم الوطني لبلادنا التي تمثل قلب العروبة النابض بالخير والعطاء، وهي مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، يشعر فيها بالأمن والأمان وينعم بخير هذا الاتحاد. الحفل الكريم، لقد تبوأت بلادنا بفضل الله وكرمه ثم بفضل القيادة الرشيدة مكانا عاليا بين الدول، وحققت في سنوات قلائل إنجازات مشهودة ونجاحات مفاخر بها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من مجالات التنمية البشرية، وهو واقع ينعم الجميع بثماره اليانعة. ولعل أعظم الإنجاز تسعى دولتنا دائما إلى إبرازه والاهتمام به هو الإنسان الإماراتي نفسه، الذي يتميز بالأصالة والأخلاق الكريمة، ومن ثم يستحق أن تسخر له دولتنا العظيمة كل طاقاتها من أجل رفعته ورفاهيته والنهوض به في شتى المجالات، مما هيأ للشعب الإماراتي أن يصبح أسعد الشعوب في المنطقة بأسرها. يقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، إن الإنجاز الأكبر والأعظم الذي نفاخر به هو بناء الإنسان، إنسان الإمارات وأعداده، وتأهيل ليحتل مكانة ويساهم به في بناء وطنه والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة. ولذلك فإن أعظم استثمار من حيث القيمة والهدف هو الاستثمار في الإنسان الإماراتي نفسه، والمشاركة في تنميته والارتقاء بمستوى حياته ومعيشته. وليس هناك أعظم قيمة من التعليم الذي هو عصب الحياة والمقوم الأساسي لأي حضارة قوية تسعى إلى التميز والخلود. يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة حفظه الله، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في العلم قوة وفي القوة حياة، احرص دائما على أن تعمل وتتعلم، لأن التميز في العلم والعمل. وانطلاقا من هذه الرؤية الحكيمة تسعى جامعة العلوم الحديثة إلى المشاركة في المجتمع الإماراتي من خلال مساهمة في بناء وإعداد الكوادر الإماراتية الشابة وتجهيزها من أجل خوض غمار الحياة بعقلية متفتحة مزودة بالعلم الحديث والمعارف الواسعة التي تجعل طلابها قادرين على طرق كافة مجالات العمل، حتى تتمكن دولة الإمارات خلال الألفية الثالثة من تحقيق نقلة حضارية واسعة. وجامعة العلوم الحديثة لا تدخر وسعا في النهوض والارتقاء والسعي الدول في تطوير نفسها في كافة المجالات، مما هيأ لها أن تحوز ثقة الدولة. ولذلك فإني أبارك للجميع جهودهم المخلصة في النهوض بهذا الصرح العلمي الذي ينتظر منكم المزيد والمزيد من أجل اللحاق بمصاف أرقى الجامعات العالمية. وفي الختام، فإنني يتوجه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأخوانهم حكام الإمارات، بخالص التهنئة بتلك المناسبة العظيمة التي أسأل الله أن يعيدها على وطننا العظيم دائما في رفعة وسمو وارتقاء. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي سمو الشيوخ الكرام، السيد معالي الأستاذ راشد الفلاسي، السيد اللواء الدكتور عبد الرحمن تمام نائب رئيس الجامعة بشؤون الإدارية والمالية، السيد الأستاذ الدكتور حسام الوكيل نائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية، السيد معالي الأستاذ محمد بن راشد آل ثاني نائب رئيس مجلس الأمناء، السادة الأفاضل أعضاء مجلس الأمناء، السادة العمداء، السادة الأساتذة، السادة أعضاء الهيئة
التدريسية، السادة أعضاء الهيئة الإدارية، الأبناء والإخوة، الطالبات والطلاب، السادة الصحفيين، السادة أعضاء القنوات التلفزيونية، السيد محمد الهاشمي رئيس اتحاد الطلاب، السادة أعضاء مجلس اتحاد الطلاب، السادة الحضور الكرام، هنيئاً لكم في يوم اتحادكم، هنيئاً لكم في يوم عيدكم، هنيئاً لكم بقيادتكم الرشيدة، تهنئة خالصة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهما سمو الشيوخ حكام الإمارات وأولياء العهود حفظهم الله. بتلك المناسبة العظيمة التي أسأل الله أن تعود على وطننا الغالي أعواما عديدة وأمادا مديدة. إن الكلمة لتتوه من لساني لا تكفي حين أذكر اسم زايد القائد والدولة، ما لم تقله الريح والبيداء، ما لم يقله اليباب والحرمان، ما لم يقله الحزن والدم، ما لم يقله الفخر والاعتزاز، هو شعور كل إماراتي، كل من يقطن هذه الأرض بذلك الحزن الشفيف النقي كلما ذكر اسم زايد رحمة الله عليه. ولولا أن زايد قد تمثل وطنا ورمزا وأسطورة، وما عاد أحدنا يفكر فيما إذا رحل أو لم يرحل، فلا يرحل الرجال حين يصيرون لحم الريح وخطوى الصحراء، ونسغ الماء لا يرحلون حتى وإن امتزج ملح الفقر بطعم التمر. زايد هو القائد والدولة، ولقد أعطت القيادة الرشيدة الأولوية في الاهتمام لبناء الإنسان ورعاية المواطن، كما يقول صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان عليه رحمة الله، فقد حرصت الدولة على تأسيس المواطن الإماراتي وتسليحه بالعلم النافع والمهارات العالية التي تمكنه من خوض غمار الحياة بثبات ونجاح وثقة عظيمة بالنفس. فأولت التعليم على اختلاف مراحله ولاية عظيمة، وخصوصا التعليم العالي بتخصصاته المختلفة، فأرسلت البعثات العلمية للخارج للحصول على أرقى الشهادات والدرجات العلمية، واهتمت ببناء الجامعات والمعاهد التعليمية الحكومية منها والخاصة. وإن جامعة العلوم الحديثة لتقف في مصاف هذه الجامعات التي تحرص على القيام بدورها في النهوض بالوطن والقيام بدورها المأمول منها في تزويد سوق العمل الإماراتي بالخريجين في الكثير من التخصصات التي ترفع من كفاءة المواطن وتعلي من شأن الوطن. ولا يزال طموحها ممتداً نحو آفاق أرحب من خلال برامج جديدة تطرحها في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وفي القريب العاجل برامج الدكتوراه محققة أعلى شروط الجودة العلمية. ولا يقتصر دور الجامعة على الجانب العلمي والتعليمي داخل أسوار الجامعة، بل تنطلق إلى آفاق أرحب للمشاركة في خدمة المجتمع الإماراتي بأنشطة مجتمعية متعددة، مثل إقامة مهرجانات عن التراث الإماراتي الذي يمثل أصالة هذه الأمة وعراقتها، وكذلك المشاركة في المبادرات التي تدعو إليها الدولة، مثل مبادرة أبشر التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص. أحبك يا الإمارات، ليلك الزاهي بقمر المحبة ينير الأرواح التي تعبت وهي تبحث عن معنى الإخلاص ولا تجده إلا تحت سمائك، تطلين بوجه مشرق فتتبعك الوردة
ويحملك الصغار علما في الايادي وعلى فمهم يكبر اسم الامارات في دفاتر الطفوله. انت لوحه مجد رسمتها القلوب بالاحمر لانه لون العشق للارض التي حباها الله برجل مثل زيد. يرسمونها بالاخضر لانه لون الجنه التي رواها زيد بعرقه حتى كبرت اشجارها ونخيلها لتعالج السماء. يرسمونها بالابيض لانه شعله النور التي حملها زيد وراح يطوف بها ليوحد القلوب حتى اشرقت شمس التفاؤل وتفتحت تحت قدميه مليون وردة امل بيضاء. وفي لوحة الامارات الاسود هو حبر الحكمة التي كتبها زايد بفعله قبل قوله وخط به اسمها ناصعا على جبين الكون ليقرأ وجهها العالم كله. لا يسعني في نهاية كلمتي إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة لهذا الاحتفال، والشكر موصول لرعاة الحفل وكل من ساهم في إعداده وإنجاحه. فليحفظ الله دولة الإمارات وقادتها وناسها ورايتها وكل القلوب التي تخفق بحبها. سدد الله رضاكم وكلل بالنجاح مسعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السمو الشيوخ، أصحاب السعادة، أخواني وخواتي، الأساتذة الكرام، الطلبة والطالبات، مساكم الله بالخير. وأشكركم وأشكر الطلبة والكادر الإداري في هذه الجامعة على دعوتهم وثيقة الولاء والانتماء لصاحب سمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه الشيخ خليفة بن زايد. حقيقة الوثيقة هذه هي مساحة للتعبير عن الحب وولاء وانتماء اللي يمكننا في قلبنا سواء من مواطنين أو وافدين. وهذه الوثيقة اللي جعلت مساحة للتعبير سواء للمواطن أو الوافد أو المقيم في هذه الدولة حبا وتقديرا وعشقا لهذا الوطن. طبعا الشكر لولاتنا واجب على ما يقدمونه وعلى ما قدموه من مؤسسين هذه الدولة واللي حملوا الراية وقاموا ببذل الغالي والنفيس لأجل هذا الوطن ولأجل أبناء هذا الوطن، وزرعوا في كل بيت في كل قلب سعادة. فلذلك نحن صرنا أسعد ناس على وجه الكرة الأرضية. وكيف لا نشكر ولاة أمرنا، وكيف لا نشكر ولاة أمرنا، وهم اللي زرعوا فينا التحدي، وهم اللي زودونا بالنصح، وهم اللي أعطونا الجرأة والهمة للمركز الأول. ارفعه عاليا الشيخ عبد الله بن زايد الله يحفظه، الشيخ محمد بن راشد المركز الأول، الشيخ سلطان والدنا الله يحفظه قال أن نأتي بأبنائنا ونقول لهم هذا ما كان يحبه زايد وهذا ما كان لا يحبه زايد. فنحن نعاهدكم يا أولاد أمرنا سنقوم بكل ما يحبه زايد وسنترك ونبعد ما لا يحبه زايد بإذن الله. وهذا وعد وعهد نأخذ نحن أبناء الوطن على عاتقنا، ونقول شكرا يا ولاة أمرنا لما قدمتموه لنا، وشكرا لما تقدموه لنا ليلا نهارا. لذلك كان واجب علينا أن ننطلق بهذه الوثيقة للتعبير عن حبنا وولائنا، وكذلك أن نشكر ولاة أمرنا، وشكرا على دعوتكم لوثيقة الولاء والانتماء.
أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهني شيوخنا وشعبنا ومقيمين ومحبين دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني 43، وكل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بخير. وفي أبيات بسيطة أهديها لشعب الإمارات باليوم الوطني 43، يقول: مساء الخير يا بلادي بكل الفخر والتقدير، مساء الخير يا عيدي، مساء الخير يا جمهور، مساء الورد يا كل الحضور، وجعلكم في خير، تحياتي لكم بالطيب مع ورد وشذا منثور. بعيد الخير يا بلادي يا دار العز والعمران، يا دار الجود والطيبة، وخيرك سابق ومذكور، في يومك نحتفل بالعيد ونهني شيوخنا والدار بهذا اليوم اللي يجمع شيوخ بلادنا بدستور، وولفهم على كف التآلف من سنة 70 بفضل القائد الوالد رحمه الله بجاه النور. جمعنا بخير ما ننسى أفضاله دامنا حيين، جمعنا بخير ما ننسى أفضاله دامنا حيين، على قيد الحياة اللي خذتنا من زمن مذكور. أبونا القائد النهضة، أبونا مسطر التاريخ، أبونا أعظم إنسان عرف الخير والدستور، أبونا من فضل خيره معودنا على كل خير، على طيبه، على عزه، على أخذ الأمر بالشور، على نهجه وعلى ذكره بعدنا متابعين السير، على ما قال: لا تنسوا دعاء وسعيكم مشكور، فيا خير الخلف عقبه خليفة قائد المغوار، حكيم الرأي شيخ الدار متولي كثير أمور، أبونا الثاني الباقي حفظه الخالق المعبود من شرور الزمان الصعب والكايد على مر العصور، ونايبنا وحاكمنا طويل العمر شيخ دبي يتابع نهج والدنا وشيد للزمان قصور، سبق عصره وشيد للحداث الصعب والميهوب، وطال الشام وخلي ما يطال الطامحين عصور. فشوف اليوم وين احنا ما بين العالم الموجود، تصدرنا الدول كلها وصرنا للتقدم دور، له الفضل وله المنة إلهي الخالق المعبود، تميزنا تعلينا تقدمنا بسعي مشكور، فعذرا على القصيد اللي كتبته كان فيه قصور، وعذرا يا شموخ العز يا سادة ويا جمهور.